أخرجت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بداية الأسبوع الجاري على الإطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، حيث تعتبر هذه الأخيرة خطوة هامة نحو تعزيز العمل الحر وتشجيع روح المبادرة. وأضاف البيان أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ستعمل على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحر من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني، مما يؤدي إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية والحصول على التغطية الاجتماعية. قانون تم نشره في جانفي لسنة 23، النصوص التنظيمية في ماي لسنة 23، الوكالة تم إنشاؤها في نهاية 2023، وأنا أطلقنا المقاول الذاتي في بداية 2024. فكل هذا تم بطريقة سريعة، وذلك بفضل مجهودات إطارات الوزارة، بفضل التعاون مع العديد من الوزارات اللي قامت بمجهودات كبيرة. وتمتاز عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي بكونها عملية 100% رقمية، مما يسهل على الأفراد دخول سوق العمل والتوظيف بشكل مرن. وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، يقدم قانون المقاول الذاتي عدة مزايا، بما في ذلك تغطية الضمان الاجتماعي، التقاعد وبطاقة الشفاء. وقالت الوزارة في بيانها أنه بهذه الخطوة يعزز قانون المقاومة الذاتي فرص الشباب في سوق العمل ويدعم العمل الحر كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني.